الحديث السابق لانه مهم قوي، بس روح على مستوى المنتخب. المجموعه اللي قلنا عليها في النادي الاهلي الكبيره العظيمه دي بينضم لها بقى حسن شحاته وطه بصري وفاروق جعفر عمالقه وعلي خليل واسماء وحتى من بره عماشه وعبدايم. انت لحقت الكابتن شحاته الاسكندراني كان ولا ما؟ ربنا يديله الصحه طبعًا. من العلامات الكبيره في الكوره الكابتن شحاته. لكن في المنتخب بقى الاسماء الكبيره العظيمه دي والمفاجاه لا تفوزوا ببطوله افريقيا ولا تتاهلوا لكاس العالم يا كابتن مختار تظل علامه استفهام كبيره جدا. هو طبعا اكيد ليها اسباب. اهم اسبابها اهم اسبابها يعني حته ان احنا ما كناش واخدين الامور بجديه، مش احنا احنا كبلد كاتحاد كنظام يعني ما كناش واخدين الامور بجديه. واقول لك دليلها برضو تونس جت لعبتنا هنا الماتش اللي اتغلب فيه 3-2 مشيت من هنا وراحت عملت معسكر في اوروبا. مظبوط. هم مشوا من هنا واحنا لعبنا البلاستيك واسكو، مع احترامي طبعا البلاستيك واسكو. ده المنتخب. المنتخب لعب ماتشات مع البلاستيك واسكو وهم راحوا على معسكر في اوروبا. ده اكبر دليل يعني، هو ده اكبر دليل. هم لعيبه هايلين جدا جدا، جيل هايل واحنا كنا جيل هايل جدا. هم كتونس هم يعني خدوا قسم الاهتمام العالي والتحضير اللي يأهلهم ان هم يتعاملوا معانا ويعرفوا يكسبونا. احنا لم يعني لم نستطع ان ناخذ هذا الامر بالجديه اللي هم كانوا واخدين بيها. وده اكيد انه كان من الامور اللي اثرت معانا بشكل كبير جدا. احنا فعلا كنا جيل هايل جدا، لكن احنا فعلا ما حققناش غير انا ما اظن يعني الغير اللي احنا وصلنا اولمبياد موسكو. مظبوط. وكانت الاولمبياد كانت زمان مش بالاولمبي كانت بالفرقه الكبيره، كانت بالفريق الاول. انا اظن ان احنا ما عملناش 80 اولمبياد موسكو 80 وما لعبناش للاسف الشديد. وما لعبناش يعني هذه الوحيده اللي احنا وصلنا لها وللاسف ما وصلناش. فده امر طبعا اكيد انه امر من الامور المهمه جدا. احنا ما تعاملناش. هقول لك حاجه، احنا اصلا قعدنا سنين بنلعب في النادي الاهلي واحنا واخدين افريقيا ديت ما ينفعش ما ندخلش افريقيا. لا اللعيبه لا ونخاف عليها نخاف عليها ايه ده؟ هي ده هو ده المنفذ الوحيد بتاعنا للعالميه. واحنا ما كناش عارفين الكلام دوت وما كانش حد بيقول لنا الكلام دوت. وكان اعلامنا ما كانش فيها ما كانش مهتم قوي. اول ما اهتمينا واول ما خدنا الامور بجديه اول سنه وصلنا لدور قبل النهائي وما كملناش على وفاه الرئيس السادات. الثاني سنه خدناها، ثالث سنه وصلنا النهائي. وبعد كده وصلنا خدنا النادي الاهلي، خد نادي القرن. لما خدنا الامور بجديه اكيد احنا كنا مقصرين في حق نفسينا. ده اكيد ان ده صحيح.